الذهب والأشغال الأوسط. سيد رئيس الجمعية. لقاء اليوم هو لقاء يعني ينظم في إطار الاحتفال بالذكرى 17 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا الاحتفال هو عملة مقاطعة مولاي رشيد كسائر عملات المملكة أن تحتفل بهذا اللقاء. هذا السنة للمتنسقية الوطنية للتنمية البشرية اختارت شعار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة متجدة لإدماج الشباب. وهذا اللقاء اللي من خلاله غادي يتم تقديم مجموعه من الخلاصات، الا بغينا نقولوا ماشي عروض، خلاصات حول ما تم انجازه لتنزيل هذا البرنامج. هي خلاصات اللي فيها ما هو ايجابي يقدر يكون فيها ما هو سلبي، لان الغايه من الاحتفال هو هي 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 محطه للتقييم ديال العمل، لتقييم المجهودات. فما هو ايجابي فيجب تثمينه، وما هو ممكن نعتبره سلبي فيجب تجاوزه والبحث عن البدائل وبحث عن الافكار اللي من خلالها يمكن لنا نحقق جميع الاهداف المتوخات من هذا البرنامج، اللي هو برنامج طموح وبرنامج مهم للغايه ديالو هو دعم ادماج الشباب في النسيج الاقتصادي ديالهم. وملي كنتكلم دعم الشاب في النسيج الاقتصادي فتلقائيا فاحنا كندمجوه اجتماعيا وكنخلقوا منه واحد العنصر اللي هو بروديكتور ماشي كونسوماتور. كنحملو كنربيو عليه ربيو فيه روح المواطنه، تحمل المسؤوليه والقدره على القابليه على الانتاج. نسنا الفريضه لهذا السنه. اليوم جينا للمركب الثقافي ديال المولاي رشيد باش نشرحوا لهم الاولاد اللي دازوا عندنا في لا فورماسيون. دونك كانت عندنا نسبه شويه، المهم ان شاء الله خدموا عندنا لي كونديدا، ولكن ان شاء الله غادي يكون اكثر من هذا العدد اللي كان اليوم. واصلا هاد الاميداس ان شاء الله كدير، مازال حاليا عندنا لي فورماسيون ديال بالنسبه للبلاتفورم ديال المولاي رشيد، ولي فورماسيون ديال كنديروا ديال لي سوفت سكيلز، يعني كنعلموا الاولاد كيفاش يقلبوا على خدمه وكيفاش يقادوا لو سيفي ديالهم وكيفاش تعلموا الصبر. هادو بزاف الحوايج اللي بالنسبه للاولاد ما كيعرفوش ليهم، وقررنا اننا نعلموهم. ودائما كتكون واحد لاتيستاسيون من وراء هاد لا فورماسيون، هادشي كله غراتوي ما تيخلصو حتى شي حاجه. وكيف قالت مدام امل قبيله، بالنسبه للي ديبلومي كيقراو 30 ساعه يعني 5 ايام، وبالنسبه للي نون ديبلومي 60 ساعه 10 ايام. من كتكون هاد لاتيستاسيون ديال لي سوفت سكيلز ابري كنديروا معاهم المواكبه ديال الشغل، وكنلقاو ليهم زعما لي زوف دومبلوا على حساب لي بروفيل ديال كل واحد.